فصل الشتاء يقارب على الانتهاء، ونسبة امتلاء السدود في الجزائر لم تتجاوز 32%، أي ما يعادل 2.3 مليار متر مكعب حسب آخر إحصائيات الوكالة الوطنية للسدود. هذه الوضعية دفعت الحكومة لتدشين برنامج وطني لتحلية مياه البحر بإنشاء 5 محطات تحلية جديدة، كل واحدة منها تضمن إنتاج 300,000 متر مكعب يوميا. اللجوء إلى التحلية هو خيار استراتيجي لا مفر منه. التحلية هذه تخص على الخصوص المناطق الشرقية الغربية والوسطى. المناطق الشرقية لحد الآن مازال لحد الآن ما لجأناش إلى 11 محطة تحلية زائد الربعة اللي كانوا برمجهم في الصيف اللي فات، يتوجهوا على الخصوص المنطقة الوسطى. تقريبا 80% من السكان الجزائريين متمركزين في 20% من المنطقة الشمالية. وتشغل الجزائر حاليا 11 محطة لتحلية مياه البحر تنتج أكثر من 2 مليون متر مكعب يوميا، وتعمل الحكومة على رفع عدد المحطات إلى حوالي 20 محطة بحلول 2030، لكن هذا التوجه الجديد سيزيد من تكلفة إنتاج المياه حسب مختصين، ويحمل المواطن تكاليف إضافية. إذا كان تم استعمال يعني التحلية من خلال التصفية بما يسمى ديستيليشن للمتر المكعب، التكلفة تتراوح ما بين يعني 0.74 دولار حتى 2 دولار، وهنا رايح يخلي الفارق ما بين التكلفة والسعر المعلن عنه، وهذا الفارق يعني يجب أن يتحمله المواطن مباشرة. ويستهلك الجزائريون سنويا ما بين 3.6 إلى 4 مليار متر مكعب من المياه، 30% تأتي من السدود، فيما تأتي البقية من الآبار ومحطات تحلية مياه البحر. قد تكون محطات تحلية مياه البحر حلا لتغطية حاجيات المواطنين من مياه، لكن في حال استمرار قلة تساقط الأمطار وتراجع منسوب مياه السدود، فإن قطاع الفلاحة سيكون أكثر المتضررين، حيث يعتمد على 70% من مياه السدود في عمليات الري. حسن جزيري، قناة الغد، الجزائر.